مشاهدي ومتابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر في اول يوم من عطلة نهاية الاسبوع. او معنا في هذه الجولة بمنطقة عين دياب مباشرة على قناة شوف تي في. صباح الخير خويا اخي، صباح النور. مستمرة مشاهدينا الكرام دائما على قناة الشعب، قناة شوف تي في. الملاحظ هو ان الامور عادية في عين دياب، كاينش داك السخط، العدد الكبير ديال المتوافدين، امور جد عادية. كاين شوية ديال الحركة انما ليست كالمعتاد. لن نشكركم مشاهدينا الكرام ونضعوا لكم موعد في مباشر آخر بعد قليل من المجازر القديمة، محلات بيع المأكولات الجاهزة والحملات الأمنية المتوالية من أجل حفظ أمن وسلامة وطمأنينة أو الحفاظ على أمن وسلامة وطمأنينة المواطنين. واحد السيد قال لي سعيد بويحيى، الناس صباح الخير أخي، الناس كتموت البرد والشتا في الحوز. أكيد أخويا غادي نوصلوا الصوت ديالهم وغادي نمشيو عندهم
ابتداء تقريبا من غدا او بعد غدا، ابتداء نقول من غدا غادي نصيفطوا المراسلين الى اضطرينا اننا نمشيو حتى حنا غادي نمشيو. المهم ابتداء من غدا ان شاء الله كنوعدكم بان القناه ديال شوف تيفي غادي ترجع للاماكن ديال الزلزال نقطه نقطه تقريبا على بركه الله.